تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن عقد اجتماع الشهر المقبل لمناقشة عودة عضوية سوريا في القمة العربية المقبلة بالجزائر، لكنه رهن ذلك بتجاوب نظام الحكم في دمشق مع المواقف العربية المطروحة. كانت الجامعة العربية قررت في نوفمبر تشرين الثاني 2011 تجميد عضوية سوريا بعد لجوء النظام إلى الخيار العسكري لإخماد الثورة، ومع توجه العديد من الدول العربية كالأردن والإمارات ولبنان والجزائر وغيرها لإعادة فتح قنوات التواصل مع النظام، اجتمعت قوى من المعارضة السورية في الدوحة، وافتتح هناك رئيس الوزراء السوري المشق رياض حجاب ندوة لبحث آلية تطوير أداء مؤسسات الثورة والمعارضة. ترفض معظم قوى المعارضة السورية تعويم نظام الأسد وإعادة العلاقات معه، ومن أبرزها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية برئاسة سالم المصلت الذي خلف المجلس الوطني السوري الذي تأسس في أكتوبر تشرين الأول 2011، وبات ينظر إليه كجهة أكثر تمثيلاً للمعارضة. وحظي الائتلاف باعتراف رسمي من أكثر من 100 دولة غربية وعربية في مؤتمر أصدقاء سوريا نهاية عام 2012 بوصفه ممثلاً وحيداً للشعب السوري. يتكون الائتلاف من عدة مكونات سياسية هي الإخوان المسلمين والمجلس الوطني الكردي والمجلس الوطني التركماني والمجالس المحلية، ويضم أيضاً مجلس القبائل والعشائر والحركة الثورية، وتعد كتلة المستقلين الأكبر في الائتلاف تليها الكتلة العسكرية. وظهرت لاحقاً منصات أخرى للمعارضة تتحدث باسمها مثل منصة القاهرة التي ضمت معارضين من الداخل والخارج أبرزهم جمال سليمان، ومنصة موسكو برئاسة نائب رئيس الوزراء الأسبق قدري جميل. قوى المعارضة السورية ترفض إعادة مقعد سوريا في الجامعة العربية بسبب قمع النظام للثورة وارتكابه الجرائم، في وقت تسعى فيه بعض الدول العربية لإعادة النظام للجامعة العربية فعلاً. نتابع التقرير التالي ثم نعود لنسأل ضيفنا كيف ستتعامل المعارضة السورية مع دعوات عودة النظام إلى الجامعة. جاء إعلان الجزائر عن استضافتها للقمة العربية في مارس المقبل ليعيد فتح ملف مقعد سوريا الشاغر منذ 10 سنوات بالجامعة العربية، خاصة مع مواقف العديد من الدول العربية الداعية لعودة دمشق للمنظمة الإقليمية. لكن المرحلة الحالية في سوريا على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية تجاوزت الظروف التي برزت عام 2011، مما دفع العديد من الدول على رأسها الإمارات والجزائر والأردن والعراق إلى تبني عودة سوريا إلى مقعدها الشاغر منذ عقد. وكانت الجزائر على رأس المتحفظين على قرار تجميد عضوية سوريا، وبعد تولي عبد المجيد تبون الرئاسة دافع عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وفود على مستوى عال من الدبلوماسية تتقاطر إلى دمشق، آخرها كان زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ولقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق في مساع للتقارب وعودة النظام السوري للمحيط الإقليمي، مع تأييد لعودة النظام للجامعة العربية. لم تتأخر الولايات المتحدة الأمريكية في الرد على الزيارة، فالمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس صرح أن الآن ليس وقت التطبيع، ويبقى الوقت لمحاسبة النظام على أعماله الوحشية. زيارة وزير الخارجية العماني ليست بالنوعية بعد اندلاع الثورة السورية، فوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد زار دمشق في نوفمبر الماضي والتقى بالأسد للبحث في التعاون الأمني وسبل إعادة تأهيل النظام. سبق ذلك بأسابيع لقاء وزاري إماراتي سوري في دبي لمناقشة ما سمي بإعادة إعمار سوريا. الإمارات ومعها البحرين كانتا سباقتين أيضاً بين الدول الخليجية في فتح سفارات لهما بدمشق عام 2018 بحجة الحفاظ على المصالح الجيوسياسية، وهي نفسها المصالح التي تحدثت عنها السعودية حينها على لسان ولي عهدها محمد بن سلمان، وإن طالب حينها رأس النظام السوري بالابتعاد عن حليفه الإيراني كشرط لإعادة تأهيله عربياً.
إلا أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان صرح بعدها بأن الرياض لا تفكر في التعامل مع رئيس النظام السوري الأسد في الوقت الحالي، في موقف متوازن مع الموقف القطري الرافض للتطبيع. إذ أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة. وإذا كانت المصالح الجيوسياسية حجة لبعض دول الخليج، فهي أكثر إلحاحاً لدول محيط سوريا العربي المباشر. فالأردن هو البلد الأسرع تقارباً مع النظام السوري خلال الشهرين الأخيرين، إلى حد توقع البعض قرب استعادة العلاقات الكاملة بين المملكة والنظام السوري. ولا يبدو أن خطوات التقارب الأردني تحدث دون علم وتنسيق مع الحليف الأمريكي، فقد تسارع الملف بعد زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الولايات المتحدة في يوليو الماضي. ولا يبدو أن هناك ممانعة أمريكية لاستئناف الروابط التجارية مع سوريا، بحيث يستثنى الأردن من نظام العقوبات الذي يستهدف أي دولة لها معاملات تجارية مع دمشق والمعروف باسم قانون قيصر. وأدت محادثات بين مسؤولين سوريين وأردنيين في سبتمبر الماضي إلى إعادة فتح معبر جابر نصيب الحدودي، كما فتحت الباب أمام مفاوضات تتعلق بالتجارة والطاقة والزراعة. تكلل كل ذلك بالإشارة الأبرز على قرب التطبيع الكامل مع النظام السوري، وهي المكالمة الهاتفية التي أجراها الأسد مع الملك عبد الله الثاني في أكتوبر 2021. وبين دول المحيط السوري المباشر يأتي العراق، الذي لم يتغير موقفه منذ البداية في الاعتراض على ما سماه عزل سوريا، فلم يقطع علاقته بالنظام منذ 2011، ولم يغلق سفارته في دمشق، بل وامتنع عن التصويت حينها على قرار طرد سوريا من الجامعة العربية. وفي أبريل الماضي أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال استقباله أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بغداد تأييد بلاده لعودة سوريا إلى المنظمة العربية. يبقى في المحيط العربي المباشر لبنان، والذي تنعكس تركيبته السياسية والطائفية على الموقف من النظام السوري. فحزب الله وحلفاؤه لا يتوقفون فقط عند الدفع اتجاه إعادة العلاقات، بل إن الحزب شريك ميدان رئيسي في الحرب السورية إلى جانب النظام. القوى السياسية المعارضة لحزب الله طالما عارضت أيضاً التطبيع مع النظام السوري والسماح بتدخلاته والنظام الإيراني في الشأن اللبناني، لكن هذه المعارضة لم تمنع المسؤولين في الحكومة اللبنانية من التواصل بشكل علني مؤخراً مع نظرائهم السوريين لحل قضايا ملحة مثل إعادة اللاجئين السوريين ونقص الوقود، بل حتى مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. رغم ذلك صرح رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي بأنه لن يزور دمشق دون مباركة من المجتمع الدولي. أما مصر حاضنة مقر الجامعة العربية، فقد التقى وزير خارجيتها سامح شكري بنظيره السوري فيصل المقداد في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وأعلن بعد اللقاء عن تأييده لعودة سوريا كطرف فاعل في الإطار العربي. ونحن نرى أهمية لاستعادة سوريا إلى الحاضنة العربية لتأخذ مركزها التاريخي. شكري نفسه كان قد أخذ مسافة سابقاً من تصريحات نسبت إليه قبل عامين، قال فيها إن مصر لن تضع شروطاً لعودة سوريا للجامعة العربية، مشيراً إلى أن تصريحاته أخرجت من سياقها حينها. ويرجع البعض الانفتاح المصري على النظام السوري جزئياً إلى مصالح اقتصادية مترتبة على إمكانية الفوز بصفقات إعادة إعمار مربحة. الأشهر الأخيرة شهدت تسارعاً في وتيرة تطبيع دول عربية مع النظام السوري، بعد سنوات من تعليق جامعة الدول العربية عضوية دمشق في نوفمبر 2011، وسط احتفاء لجمهور النظام وتنديد من قوى المعارضة. فهل بات بشار الأسد على أعتاب الجامعة العربية؟
معنا من اسطنبول أنس العبدي رئيس هيئة التفاوض السورية. سيد العبدي، كيف تنظرون أنتم في المعارضة السورية إلى ما يوصف بسعي محموم من قبل دول عربية معينة إلى إعادة نظام بشار الأسد إلى الجامعة العربية؟ شكرا لكم على هذه الاستضافة وتحية لك وللمشاهدين. فعلا هناك بعض الدول تسعى إلى أن تعيد النظام المجرم إلى جامعة الدول العربية، لكن بالمقابل في هناك نواة صلبة يمكن أن أسميها من الدول العربية التي تمانع في هذه العودة لسبب بسيط جدا، لأن الأسباب التي دعت الدول العربية لطرد هذا النظام المجرم من الجامعة العربية ما زالت هذه الأسباب، بل زادت أسبابا أخرى، وبالتالي لا مبرر لعودة النظام إلى الجامعة العربية على الرغم من محاولة البعض في هذا المجال. ما يقوم به الشعب السوري وأهلنا من تضحيات، ما تقوم به هذه النواة الصلبة من الدول العربية حتى الآن يبدو أنه قادر على منع عودة النظام للجامعة العربية. ونحن بدورنا كهيئة مفاوضات سورية وباسم هيئة المفاوضات السورية أود أن أشكر هذه الدول العربية التي تسعى إلى منع عودة هذا النظام المجرم قبل أن تتحقق أو يتحقق تقدم حقيقي بالعملية السياسية وأن نصل إلى حل سياسي عادل في مصلحة الشعب السوري. من هي هذه الدول التي وصفتها بالنواة الصلبة أستاذ العبدي التي ما زالت تعارض إعادة الأسد إلى الجامعة العربية؟ هل يمكن أن تسميها لنا؟ والله في بعض هذه الدول، ونأمل أن تزداد هذه النواة. نحن بنعرف يوم صار قرار طرد النظام من الجامعة العربية كان تقريبا ثلثي الدول العربية أيدت هذا القرار والبقية امتنعوا عن التصويت. الآن في عنا ما زال بعض الدول يعني ثابتة على هذا الموقف، مثل المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وقطر والكويت والمغرب، يعني ما زالت هذه الدول تقول وبوضوح أنه لم يحصل هناك تقدم بالعملية السياسية، لم يحصل هناك أي مبرر من أجل أن يعود هذا النظام إلى الجامعة. ونشكر هذه الدول العربية لأن موقفها هو بالحقيقة لصالح الشعب السوري ولصالح مستقبل أطفال سوريا. علي أن أقول أنني متفاجئ من أن تذكر مصر. مصر تعارض إعادة بشار الأسد إلى الجامعة العربية؟ مصر تقول وبوضوح أنه بدون حدوث تقدم بالعملية السياسية لن يكون هنالك مبرر لمناقشة عودة النظام إلى الجامعة العربية، وهذا الأمر منطقي جدا، لأنه أهم سبب لطرد النظام من الجامعة العربية أنه لم يقوم بما هو مطلوب منه بما يتعلق بالعملية السياسية، ولم يقوم بأي استحقاق لصالح الشعب السوري. ونحن نعرف أن معاناة السوريين لا يمكن حلها إلا من خلال حل سياسي عادل ومن خلال الانتقال السياسي حسب القرارات الدولية 2254، ودون أن يحدث تقدم بهذا الموضوع فلا يمكن عودة النظام إلى الجامعة. بالإضافة إلى أنه في بعض الدول تقول أنه عودة النظام إلى الجامعة العربية وإلى الحاضنة العربية سوف تجعله يترك الحاضنة الإيرانية، وهذا باعتقادي أسطورة ليس لها من الحقيقة أي جذر على الإطلاق. وما نراه حاليا من تصرفات النظام وفيما سبق وحاليا يؤكد تماما ويؤكد بشكل واضح بأن هذا النظام ملتزم بتبعيته الإيرانية بشكل كامل، ولن تمنعه أي عودة للجامعة العربية من ترك الحضن الإيراني، بل على العكس تماما سيستمر بهذا الحلف الاستراتيجي. لذلك الدول التي تحاول أن تقنع الدول الأخرى وتحاول أن تقنع الرأي العام العربي عليها أن تدرك أن هذه أسطورة وأن هذه كذبة كبيرة. طيب سيد العبد، هل لديكم أنتم كمعارضة سورية أي اتصال مع هذه الدول العربية المتحمسة لإعادة بشار الأسد؟ نتحدث عن الجزائر، عن الإمارات، عن الأردن، هل تتواصلون مع هذه الدول؟ نحن خلال السنة الماضية قامت هيئة التفاوض وخلال 6 أشهر من شهر 6 إلى نهاية السنة الماضية بحملة تواصلات ممنهجة، أولا مع الدول العربية ما نستطيع التواصل معه سواء من القريبين منا أو من الدول التي تحاول أن تتحدث عن عودة للنظام أو تطبيع مع النظام، وأيضا مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة، كان آخرها زيارتين متتاليات، أولا بسبتمبر على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة كان لنا فرصة التواصل مع الجميع ومنهم الأمين العام للجامعة العربية، ثم
زيارة متابعة لواشنطن مع نهاية هذه العام الماضي، حيث أيضا يعني أكدنا على ضرورة عدم التطبيع مع النظام وضرورة أن يتصرف حلفاء الشعب السوري بطريقة أكثر يعني قوة، وأن يلتزموا بالاستحقاقات المطلوبة منهم تجاه الشعب السوري وتجاه الوصول إلى حل سياسي وتنفيذ القرار الدولي 2254. ماذا تقول هذه العواصم العربية عندما تتواصلون معها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؟ يعني دولة كما تعرف سيد أنس العبد، دولة مثل الأردن أو الإمارات كانت تدعمان الثورة السورية في بدايتها، لماذا تغير موقفهما برأيك؟ يعني بشكل عام أستطيع أن أقول أنه من ناحية المبدأ ما زال موقف الإخوة في الإمارات والإخوة في الأردن يعني هو مساند للتطلعات الشعب السوري، وهناك ربما بعض الأسباب التي تدفع يعني هذين البلدين ببعض الأمور المتعلقة بالتطبيع، منها قضايا لها علاقة بالاقتصاد، منها يعني أمور لها علاقة بضبط الحدود وما إلى ذلك، قضايا أمنية. لكن قلنا لهم وبوضوح أن أي تطبيع مع النظام السوري سوف تكون له آثار كارثية وتدميرية للعملية السياسية، ونحن هدفنا بالنهاية كهيئة تفاوض وكقوى ثورة ومعارضة أن يكون هناك حل سياسي في سوريا. بدون هذا الحل السياسي ستستمر المعاناة، معاناة السوريين، وبالتالي عندما يبادرون إلى هذا التطبيع فإنهم بشكل أو بآخر يمنعون الوصول إلى حل سياسي يمكن أن ينهي معاناة الشعب السوري. هذا هو يعني الحديث الأساسي مع هذه الدول حول موضوع التطبيع مع النظام أو مع هذا النظام المجرم. لا يمكن الوصول إلى حل سياسي ما دام في هناك تطبيع. يبدو أن هذه العواصم تقرأ الموقف الأمريكي سيد العبد على أنه لم يعد ممانعا. صحيح أن الولايات المتحدة تقول في العلن إنها لن تطبع مع بشار الأسد، لكن لم تعد تضع فيتو على الدول التي ترغب بالتطبيع معه، وهذا ما يشجع هذه الدول ربما على الخوض في مسار التطبيع والعمل على إعادة بشار الأسد إلى الجامعة العربية. هل أنتم مطمئنون بصراحة إلى موقف الولايات المتحدة؟ بصراحة الموقف الأمريكي كان متراخي بداية العام الماضي، وكان هذا مثار قلق كبير بالنسبة لنا، وحصلت هناك تواصلات عديدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة حول هذا الموضوع، وقلنا لهم بوضوح أن موقفهم المتراخي يعطي مساحة وفرصة للدول التي تريد أن تطبع مع النظام سواء كانت عربية أو غير عربية، وكنا واضحين معهم بهذا الموضوع أنهم يتحملون المسؤولية الأولى بهذا الشأن. مع منتصف السنة الماضية صار في هناك نوع من إعادة يعني المراجعة للسياسة الأمريكية في سوريا، وصار نوع من يعني شد البراغي بهذا الموضوع مع الزيارات المتعاقبة التي عملناها لواشنطن. أيضا يعني شعرنا بأنه هذا الموقف بدأ يتصلب أكثر باتجاه الرسالة الواضحة إلى الإدارة الأمريكية بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي ما دام في هناك تشجيع غير مباشر على التطبيع. لابد للولايات المتحدة أن تأخذ موقف واضح. وفي زيارتنا الأولى بسبتمبر أو نهاية سبتمبر السنة الماضية صدر أول بيان واضح من الخارجية حول هذا الموضوع. في زيارتنا التي تابعنا فيها في شهر 12 أيضا كان في هناك موقف أكثر صلابة بهذه القضية، لكن لا شك أن الرخاوة أو التراخي في السياسة الأمريكية لعب دور كبير في أن يكون هنالك يعني مساحة لبعض الدول أو يعني إمكانية لبعض الدول أن تتحرك على مستوى التطبيع مع النظام. لكن الآن في رسالة واضحة من الولايات المتحدة حول هذا الموضوع، وأيضا نحن يعني لم نكتفي بالتواصل فقط مع الولايات المتحدة، إنما تواصلنا مع الدول العربية بشكل مباشر وأيضا مع الدول الأوروبية. صار في هناك جو عام. أستطيع أن أقول أن قطار التطبيع الذي بدأ بالسير ترك المحطة الأولى، لكنه بعد عدة كيلومترات واجه مشكلة، والآن قطار التطبيع في مشكلة حقيقية، وأصبحت هنالك رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي أنه لا يمكن أن نصل إلى حالة من التطبيع ما لم يكن هنالك حل سياسي عادل في سوريا. باتت الدول كلها تدرك تماما أن هذا النظام مخرجه الوحيد وصادراته الوحيدة هي الزعزعة الأمنية
والكبتاجون والمخدرات وتجارة السلاح. طيب. وبالتالي أي تطبيع مع هذا النظام لا يمكن أن يأتي بالمخرجات التي تودها هذه الدول. مما تقوله الدول المطبعة مع النظام سيد العبد أنه لم يعد هناك، أن العالم تجاوز موضوع إسقاط نظام بشار الأسد، وأحد أسباب ذلك هو عدم وجود بديل جيد، وهنا مسؤوليات المعارضة السورية التي كنتم أنتم حاضرين سيد العبد قبل أيام في ندوة عقدتها في الدوحة وقدمت توصيات بخصوص إصلاح مؤسسات المعارضة، هل هذا ممكن؟ يعني في البداية يعني لا يمكن الحديث على أنه في هناك تجاوز لموضوع الانتقال السياسي. إذا هذا هو كان التوجه فمعناته ما عاد في عملية سياسية وما عاد في قرار 22-54. لذلك على كل دولة تود أن تتحدث بهذا الشكل عليها أن تدرك تماما أنها بالحقيقة توجه رصاصة نحو العملية السياسية. إذا أردت أن أصف 22-54 بعبارة واحدة هو خارطة الطريق للانتقال السياسي، وهذا تفويضنا كهيئة تفاوض بالعملية السياسية هو التفاوض من أجل الوصول إلى حل، عفوا التفاوض من أجل الوصول إلى انتقال سياسي. وكذا الحال الأمين العام والمبعوث الخاص إلى سوريا حسب القرار 22-54 مطلوب منهم البدء بعملية تفاوضية من أجل الوصول إلى انتقال سياسي بين النظام من جهة والمعارضة من جهة أخرى. لذلك ما زال 22-54 هو الإطار، وما زال الانتقال السياسي هو النتيجة النهائية. أما الحديث عن بدائل، نحن لا نطلب ولا في يوم من الأيام خلال الـ 11 سنة الماضية قلنا أننا نحن البديل عن النظام، قلنا وبشكل واضح أننا نسعى من أجل أن يتمكن الشعب السوري بأن يكون له القرار بما بكل ما يتعلق بقادته، سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو على مستوى المجلس النيابي أو على مستوى المجالس المحلية. فبالتالي ما في حد عم يطرح حاله كبديل عن بشار الأسد. نحن عم نقول بديل بشار الأسد هو إرادة الشعب السوري الحرة، والشعب السوري نفسه هو البديل الذي سوف يختار من يقوده سواء على مستوى الرئاسة أو البرلمان أو المجالس المحلية. لا نطرح أنفسنا كبديل، إنما نريد لهذا الشعب أن يتمكن من الوصول إلى الوصول إلى درجة من الحرية السياسية ومن الانتقال السياسي تسمح له باختيار قادته. ومن هنا كانت يعني اللقاء في الدوحة وندوة الدوحة كانت إيجابية جدا، أولا لأنها فتحت مساحة حرة للحوار ما بين مراكز الأبحاث ومراكز الفكر السورية من جهة، والمؤسسات الرسمية للمعارضة والمعارضين والسياسيين من جهة أخرى. استمعنا لعديد الدراسات والتوصيات التي تقدمت فيها هذه مراكز الدراسات، وأيضا الهدف الثاني كانت فرصة للسوريين يلتقوا مع بعض وأنه يتحدثوا بالشأن السوري. نحن بعض الشخصيات العزيزة علينا اللي التقينا فيها بالدوحة يعني صرنا فترة طويلة ما التقينا فيها، فكانت أيضا فرصة لأن نجدد العهد على دعم مسيرة شعبنا من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل ومن أجل الوصول للانتقال السياسي وقطع الطريق على أي محاولة لتجاوز الانتقال السياسي أو أي محاولة لتفريغ 22-54 من محتوى. شكرا جزيلا أنس العبد رئيس هيئة التفاوض السوري.